بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين، المسمى في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم والحلقة الأولى من برنامج توضيح المسائل. ضيفي الكريم سماحة السيد مناف الجزائري، حياكم الله سماحة السيد، وعودة ميمونة إن شاء الله بحلقات جديدة يستفيد منها الجمهور إن شاء الله تعالى. الله يحفظكم ويسلمكم إن شاء الله. تحياتي لكم أستاذ حسين الأميري ولجميع الكادر المحترم لهذه القناة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات التوفيق إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. والصحة والعافية والسلامة. الله يحفظك. ببركة محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. أحسنتم سماحة السيد. طيب الله أنفاسكم. أحبائي المشاهدين، طبعا الأرقام اللي موجودة على الشاشة بإمكانكم إرسال رسائل فقط على الواتساب. الرسائل تحتوي إن شاء الله على أسئلتكم الفقهية، راح نوجهها مباشرة في الحلقات القادمة إلى سماحة السيد مناف الجزائري. وذكر مرة أخرى أحبائي المشاهدين أنه الأرقام فقط لرسائل الواتساب وليس للاتصال أو شيء آخر، يعني بس تدز رسالة إن شاء الله محتواها سؤالك الشرعي أو سؤالك الشرعي ونوجهها إلى سماحة السيد مناف الجزائري. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى. السؤال الأول سماحة السيد، كيف تكون النية في العبادات مثل الصلاة أو غسل الجنابة أو ما شابه ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. في الحقيقة هذا السؤال سؤال وجيه جدا، وكثير من المؤمنين يتساءلون عن قضية النية في العبادات. النية بشكل مطلق في كل العبادات باستثناء مناسك الحج، هذا أمر آخر. النية معناها مشهور فقهائنا عندما يعرفون النية يكون هو القصد، النية هو القصد إلى إتيان الفعل تقربا إلى الله. سنتم. وهذه النية تكون قلبية. جميل. القصد يعني شنو؟ أن الرواية أو الحديث الوارد عن الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله حيث قال إنما الأعمال بالنيات. بالنيات. زين. فالقصد إلى إتيان العمل بالتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى تكون قلبية ولا يحتاج إلى تلفظ، لأنه هنا أكو بعض الناس عندما يأتي بعبادة من العبادات مثلا الصلاة قبل لا يكبر تكبيرة الإحرام يتلفظ بالنية. أحسنت. نويت أن أصلي صلاة الظهر. أحسنت. هل يحتاج إلى التلفظ به؟ لا. كثير الفقهاء سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله يقول الأحوط ترك التلفظ بالنية. أحسنتم. وكذلك بقية فقهائنا يحتاطون في قضية التلفظ، فلا حاجة إلى التلفظ بالنية سواء كانت صلاة أو وضوء، يعني طهارة من الطهارات أو غسل أو كذا، وإنما هو القصد إلى إتيان ذلك العمل، إلى إتيان ذلك الفعل. يعني شنو؟ يكون ذلك القصد في القلب، النية قلبية. زين. كيف تكون النية قلبية؟ يعني إذا أريد نوضحها بتوضيح أكثر، نبسطها أكثر. فمعناها أن جوابك أيها المكلف حاضر في قلبك.
أحسنت. عندما تسأل عن أي عمل تأتي به. جاي أصلي. مثلا عندما أنت تفرش السجادة مالتك وتستقبل القبلة قبل لا تكبر تكبيرة الإحرام، إذا واحد سألك ماذا تريد أن تفعل، رأسا أنت جوابك شنو؟ حاضر، هي هاي النية القلبية. أحسنت. عندما مثلا تتوجه إلى الحمام تريد أن تغتسل مثلا، فتسأل ماذا تريد أن تفعل، تقول مثلا أغتسل غسل الجمعة مثلا. أحسنتم. أو الغسل الفلاني. يعني نيتك حاضرة في قلبك، في القلب، هذا هو النية القلبية بهذا المعنى. أكو بعض الأمثال سيدنا، مثلا نقول يا باليوم أنا نويت كانت عندي نية أجيلكم مثلا. أحسنت. هو هذا القصد اللي في القلب. أحسنت. هي هذه النية. حتى في الاستخارة يعني مثلا بعض الأخوة مثلا سيدنا أخذنا استخارة، أنا أريد أفتح القرآن حتى أصبر أصبر بعدني ما بعدني ما ناوي ما ناوي. هو نفس أنت مقولتك أنه أخذ لي استخارة. أنت المن جاي أو المن أنت اتصلت، أنت ناوي تأخذ استخارة، تناوي على هذه الاستخارة، يكفي. يعني هو القصد القلبي يكفي في النية. أحسنت. فلا يحتاج إلى التلفظ بها، بل أنه يقول لا يحتاج خطورها على البال وفي الذهن، في القلب. جميل جدا، الجواب حاضر. زين، هسه الدواعي، الدواعي لهذه النية ماذا تكون؟ شنو الداعي اللي خلاك أنه أنت تنوي هذه النية؟ إذا كانت الدواعي مقبولة ومرضية عند الله سبحانه وتعالى كلها جائزة. مثلا أنا أقوم بهذا العمل، مثلا صلاة أو صيام أو ما شابه من الأعمال والمناسك العبادية، بداعي التقرب إلى الله. جميل. بداعي الامتثال لأمر الله، الداعي لمرضات الله، الداعي لمطلوبية الله، إنه مطلوب عند الله هذا العمل. أحسنتم. أو الداعي محبوب عند الله، الصلاة محبوبة عند الله، الصيام محبوب عند الله. جميل. أو الداعي لكي أتقرب إلى الجنة، إلى رحمة الله. أحسنتم. وأتباعد من النار. الداعي إلى الثواب، أنا أريد أحصل ثواب، أريد أن أحصل على الثواب، أو أريد أن أتجنب المعصية. كل هذه الدواعي مشروعة، إلا داعي الرياء والعياذ بالله. أحسنت. إذا كان في النية رياء بحيث أنه يتراءى زين بنيته حتى الناس، يعني مو لله وإنما المن لغير الله، هذه هنا تبطل العبادة. الرياء تبطل العبادة. أما ما سوى ذلك من الدواعي التي ذكرناها فهي محبذة عند الله سبحانه وتعالى، والعبادة تكون إن شاء الله صحيحة. أحسنتم سيدنا، ذكرت جميع العبادات باستثناء الحج. نعم، بس توضحونها بارك الله فيكم. نعم سيدنا. بالحج أنه الأعمال التي يريد أن يقوم بها يتلفظ، يجب بها أن تكون لفظية. نعم. أحسنتم. بارك الله بكم. الله. كثير وكثير من الأسئلة تجينا سماحة السيد عن الأرملة، الزوجة المتوفاة زوجها. نعم. لا صحت العبارة. نعم. مجتمعاتنا العربية والإسلامية يقولون لازم المرأة تلبس حجاب كامل حتى البوشية. نعم. الشرع شنو يقول، شنو يبين، شنو الحدود اللي لازم تتبعها المرأة المتوفاة زوجها؟ أحسنت، جزاكم الله خير. نعم، حقيقة هذا أيضا من الأسئلة التي تطرح دائما وكثيرا. الزوجة المتوفى عنها زوجها لها وظائف عديدة، ولكن باختصار وبشكل مجمل، ما أريد أدخل بالجزئيات حتى لا ندوخ المشاهد الكريم. بارك الله بكم سيد. أولا، المرأة إذا توفى زوجها يجب عليها أن تعتد عدة وفاة. عدة الوفاة مقدارها 4 أشهر و10 أيام، هذا الشرع هكذا يقول، أن تعتد عدة وفاة 4 أشهر و10 أيام. زين، في هذه العدة 4 أشهر والعشرة أيام
ماذا يجب عليها أيضا الشارع المقدس، ماذا فرض عليها وبماذا أمرها. يجب عليها الحداد، يجب عليها الحداد. الحداد شنو معناته؟ الحزن. أحسنت. تحزن على فقدي فقدان زوجها، مو هيك؟ زين، بهذه الفترة بالعدة وفي حالة الحداد ماذا يجب عليها أن تفعل؟ تترك الزينة. جميل. مطلق الزينة تتركها خلال هاي الفترة 4 أشهر و10 أيام. ما زاد على ذلك بعد، أكو كثير من الناس للأسف الشديد مثلا يوجب عليها أن تلبس بوشية مثلا، هذا البرقع، هذا شيء سائد بمجتمعنا حقيقة سيئة. نعم. لا لا يجب عليه، ما يصير تطلعين وجهك، خلينا نحكيها بالشعبية. نعم. لا هذا مو واجب، وإنما هي تترك الزينة. الزينة المساحيق بأجمعها، المكياج زين، الأصباغ زين، صبغ الشعر، صبغ الظافير، والكحول ومشاكل من أنواع الزينة التي تكون على الوجه أو على الشعر أو على البشرة زين، والملابس الملونة التي تعد من الزينة. عندما تذهب إلى مجلس فرح شنو تلبس زين؟ مجلس الفرح تلبس ملابس ملونة. هذه الملابس الملونة في ذلك العرف، طبعا لكل عرف شنو طقوسه وتقاليده، فتتبع ذلك العرف. جميل. اللي عرفه هو اللي يحدد انه ما هو الزينة وما هو يدل على الحزن. مثلا في بعض الأعراف للحزن يلبسون أبيض. جميل. ملابس إذا مثلا فقد أحد من عزتهم من أقاربهم يلبسون عليه اللون الأبيض، ملابس بيضاء. لكن في غالب عرفنا إحنا المسلمين اللون الأسود. اللون الأسود مو شرط إلا أسود، ما هو قريب إلى الأسود زين، مثلا النيلي أو ما الكحلي. فترك الزينة يجب عليها في هذه الفترة. أما أنه لا تدخل للحمام، عذرا يعني أنا أطرق له لأنه يعني أسمع كثير من الأمور أنه لا تدخل إلى الحمام تغتسل مثلا تتنظف، أو مثلا لا يحق لها أن تتكلم مع شخص أجنبي عليها، أو لا تخرج إلى السوق أو لا كذا، هذه الأمور أصلا مو واجبة. وإنما الواجب عليها في هذه الفترة يعني فترة عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام الحداد. ما هو الحداد؟ ترك الزينة، كل ما هو زينة سواء كان في البدن أو في الثياب، هذا هو الواجب عليها. أحسنتم سيدنا. طيب الله أنفاسكم، بارك الله بكم. نطلع إلى فاصل إن شاء الله ونرجع إلى خدمتكم لإكمال بقية الأسئلة. الله يسلمكم. نذكر السادة المشاهدين مرة أخرى بالأرقام الموجودة على الشاشة، بالإمكان إرسال رسالة، رسالة كتابة وليس صوت أحبائي المشاهدين، عبر الأرقام الموجودة على الشاشة عبر الواتساب حصرا. فاصل قصير ونواصل بإذن الله تعالى. تحية حب وإجلال واحترام لكل مشاهدينا ومتابعينا عبر هذه الشاشة المباركة، شاشة قناة الإمام المهدي الفضائية وبرنامج توضيح المسائل. أذكر السادة المشاهدين بالأرقام الموجودة على الشاشة، بالإمكان إرسال رسالة كتابة وليس صوت حصرا على الواتساب. إن شاء الله راح ننقل رسائلكم إلى سماحة السيد مناف الجزائري للإجابة على المسائل الشرعية بإذن الله تعالى. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى. الله يحييك. موفقين لكل خير إن شاء الله. الله يسلمك. سماحة السيد، هناك الكثير من الأسئلة حقيقة المهمة في ديننا الإسلامي إذا صحت العبارة أو الشرع. هناك سؤال يقول: ما هو الفرق بين الخمس والزكاة؟ الكثير والكثير ممن يختلط عليهم الأمر بين الخمس والزكاة. أحسنت. خصوصا في رمضان سيدنا، يعني نهاية رمضان. نعم. هواي يسألون شنو الخمس شنو الزكاة. أحسنت. نعم. جزاكم الله خير. الله يحفظكم سيدي. لكن قبل لا أجيبك على هذا السؤال، تكملة للسؤال السابق. نعم. بالنسبة إلى
عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أيضا يحتاج إلى توضيح، لعله أكو بعض الناس يخلط بين عدة الطلاق وعدة الوفاة. جميل. شرائط عدة الطلاق للمرأة المطلقة عن زوجها وهي شرائط عدة الوفاة للمرأة المتوفى عنها زوجها تختلف. تختلف طبعا. عدة الوفاة بالنسبة إلى المرأة المتوفى عنها زوجها، هذه الزوجة سواء كانت صغيرة أم كبيرة، يعني ممكن أنه ولي أمرها وهي صغيرة عقدها على شخص زين، وهذا الشخص توفى، هاي أيضا تعتد، لازم تعتد إذا بلغت زين. وطبعا بها تفاصيل، أنا ما أريد أدخل في تفاصيلها، بس أريد أبين بشكل مجمل، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، يعني كبيرة شنو؟ إذا تعدت مرحلة اليأس. نعم أحسنت. صارت يائس، قطعت عنها الدواء. المطلقة نعم إذا كانت يائس ما عليها عدة، ولكن المرأة المتوفى عنها زوجها لا تعتد حتى ولو كانت يائس، حتى لو كان عمرها 100 سنة نعم تعتد عدة وفاة زين. وكذلك لو كان عقدها عقد عليها بالعقد الدائم أو بالعقد المنقطع المؤقت زين، دخل بها أم لم يدخل بها الزوج، يجب عليها أن تعتد. هذه بالنسبة إلى سؤالنا السابق. أما بالنسبة إلى سؤالنا الحالي، الفرق بين الخمس والزكاة، أيضا هناك فروقات كثيرة وعديدة جدا، وبحثه طويل وعريض، لكل شرائط ولكل أحكام. أما وجه الاشتراك بين الخمس والزكاة، كلاهما فرضان ماليان، يعني الله سبحانه وتعالى من الفروض المالية اللي فرضها على المسلمين الخمس والزكاة. جميل. يعني فريضة مالية يجب على كل مكلف مسلم أن يخرج هذه الفريضة من أمواله. ولكن بالنسبة إلى الخمس، كما أن الآية المباركة بيّنت واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فالخمس يتعلق بعدة أمور أذكرها على الإجمال بما يخطر ببالي. الخمس في غنائم الحرب، الخمس في المعادن. جميل. معادن اللي تستخرج من الأرض زين، هذه بها خمس. الخمس في الغوص، الغواص عندما يغوص تحت الماء ويستخرج المجوهرات، اللؤلؤ وما شابه ذلك. أحسنت. فهذه يجب فيها الخمس زين. الخمس في الأموال الحلال المختلطة بالحرام. جميل. هذه أيضا من الأمور جدا مهمة، هذه من موارد الخمس المهمة اللي الكثير من الناس غافل عنها. يعني عنده أموال حلال هو، نعم، مثلا عنده دكان زين، عنده بقال، خباز، سائق تاكسي أو غيره زين، عند أموال حلال، ولكن اختلط بها أموال حرام، لا يعرف مقدار هاي الأموال الحرام إيش قد زين، ولا يعرف صاحبها منه. جميل. في هذا المورد يجب أن يخمس أموال لكي تطهر. جميل. زين. ف يعني مثلا أنه بعض الناس تبقى بقايا من أمواله عند صاحب الدكان ومو قابل، هو مو راضي، أو صاحب الدكان ما يدري، مثلا ما يدري بأنه هذه أخذها مو من حقه، فتعتبر أموال حرام. أكيد. زين، اختلطت مع أمواله هو لا يعرف مقدارها إيش قد،
شو لو يعرف مقدارها ايش قد يطلعها بعنوان رد مظالم، اذا يعرف مقدارها ايش قد، بس هو ما يعرف مقدارها ايش قد، اختلطت وراحت، ولا يعرف صاحبها منو، ما يعرفه. فهنا يجب عليه ان يخمس امواله كي تظهر امواله. وايضا اموال التجارات والارباح وحتى الهدايا التي تعتبر غنيمه، فهنا يجب عليه ان يخمس امواله. جميل. والخمس يجب على كل مكلف، كالصيام كالصلاة كالزكاة. هذا طبعا مشهور، فقهانا يقولون بأنه الخمس واجب على كل مكلف بهذه الكيفية. ورأس السنة يكون تسهيلا للعباد، بأنه على مدار السنة يعين لرأس السنة خمسية. هذا رأس السنة الخمسية إما أن يكون قهري، تعيينها قهري، وإما أن يكون بالاختيار، اختياري. جميل. القهري كيف يكون؟ رأس المال القهري أو السنة الخمسية القهرية لكل مكلف متى ما عمله. زين، اشتغل، نعم، موظف مثلا أو عامل بأجرة أو كذا، أول أجرة أو أول راتب اللي يستلمه يعرف تاريخه يمته، ذاك اليوم بالسنة يصير رأس السنة الخمسية القهري له. جميل. واحد ما يدري أصلا، ما يعرف عنده إيش رأس سنة يعني قهرية، فيذهب عند مرجعه الذي يرجع إليه مسائله الشرعية والفقهية، أو إلى وكيله، وكيل المرجع، ويحاسبه ذلك اليوم الذي حاسبه به وعين بأن هل يجب عليه الخمس أم لا. عندما يحاسبه ذاك اليوم يصير يوم اختياره للسنة الخمسية مالته. أحسنت. زين، هذا بالنسبة إلى الخمس. أما بالنسبة إلى الزكاة، الزكاة لا، الزكاة عندنا زكاة أموال وعندنا زكاة أبدان، هاي اللي ذكرتها أنت حضرتك بقضية آخر شهر رمضان. نعم. زين، يوم العيد يجب على كل مكلف أن يخرج زكاة الفطرة التي تسمى بزكاة الأبدان. أحسنتم. زكاة الفطرة هذه تختلف عن الخمس. زكاة الفطرة لا، بعد رب العائلة أنه يخرج زكاة الفطرة عن كل فرد من أفراد عائلته التي يعول بهم. زين، فهذه زكاة الفطرة. أما زكاة الأموال لا، زكاة الأموال تجب في النقدين الذهب والفضة، إذا كانت عملة يتعاملون بها. في زماننا هذا سالبة بانتفاء الموضوع، يعني نعم، الذهب والفضة مو عملة يتعاملون بها، عملة ورقية الآن، فهذه منتفية بزماننا. نعم. النقدان الذهب والفضة. والأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم، والغلات الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذه كلها لازم توصل إلى حد نصاب ذكرها فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم في توضيح المسائل، وفصلوا لكل نوع من هذه الأنواع اللي ذكرناها التسعة النقدان والأنعام الثلاثة والغلات الأربعة، هذه يعني لها حد نصاب. جميل. إذا وصلت إلى حد النصاب يجب على المكلف، على صاحب هذه الأموال، أن يخرج زكاتها. جميل. فخاصة بقضية الزرع، الحنطة والشعير زين والتمر والزبيب، هذه كيفية سقايتها أيضا لها يعني تعيين مقدار إخراج زكاتها، مرة يصير 10% ومرة يصير 20%. الخمس واحد من خمسة، خمس من اسمه. جميل. أما الزكاة لا، إذا كان يعني بطريقة طبيعية هم رعاية هذه الحيوانات الثلاثة الإبل والبقر والغنم، يعني يطلعن هن يرعن، يصير 10% زكاة مالته. أما إذا هو يشتري لهن علف ويجيب لهن يصير 20%. جميل. الزكاة مالته. زين، وكذلك الغلات الأربعة، الغلات الأربعة هذه السقاية مالته إذا كان عن طريق المطر
زين جميل. من طريق المطار يصير 10% الزكاة مالته لكل نصاب، حد نصاب من عنده. وإذا كان لا هو عن طريق ماكينة وكذا للسقاية يسقيهن ويحتاج إلى أجرة حتى يسقي، هنا يصير 20%. جميل جدا، أحسنتم سماحة السيد. بالوقت المتبقي نصيحة عملية للمكلفين سماحة السيد، الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم. النصيحة اللي دائما أتطرق لها على المنصات وعلى المنبر، أحث جميع الأخوة والأخوات عندما يريدون أن يفعلوا شيئا قبل فعله يسألون. حسنت. هذه نقطة جدا مهمة بالنسبة للمسائل الشرعية، مسائل الفقهية. أكو كثير من الناس عندما يقوم بالعمل يؤديه بعدين يسأل، بعدين يسأل، بعدين يطلع عمل خطأ. جميل. اللي قام به أو مثلا ارتكب معصية أو أثم بذلك العمل حتى لو كان عمله مو باطل مثلا. جميل. أما إذا قبل لا يؤدي ذلك العمل يسأل يكون أفضل. حسنتم. حتى ما راح يرتطم بالمشاكل بالمحرمات، زين عمله ما يكون باطل وما ينجبر إلى إعادة ذلك العمل أو ما ينجبر إلى أداء كفارة مثلا من الكفارات أو كذا مشاكل. فالأفضل أنه الإنسان المتشرع الذي يلتزم بالشريعة المحمدية التي جاء بها النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله يسأل قبل أن يفعل. جميل. يسأل قبل أن أفعل. وكما يقول أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلماؤنا رضوان الله تعالى عليهم وقدس الله أسرارهم، الاحتياط طريق النجاة. أن الإنسان يحتاط. أكو بعض الأمور ماكو مو باستطاعة المكلف أن يسأل قبل لا يؤديه. يعني مثلا هو في الصلاة على سبيل المثال، في الصلاة وصار عنده شك في المسألة مثلا، يعني شك في عدد الركعات، إنه ما يقدر يقطع صلاته ويروح يسأل. جميل. فماذا يفعل؟ يحتاط. يحتاط يأخذ جانب من الأمرين، مو يعوف صلاته ويعيدها من جديد لا يحتاط. مثلا شك بين الثلاث والأربع، على شقد يبني؟ على الثلاث ركعات أو على أربع ركعات. فيحتاط يأخذ جانب من الجانبين، ثم إذا انتهى من صلاته يسأل هل هذا عمل اللي قمت به أنا صحيح أو مو صحيح. هذا من الموارد اللي قبلها ما يقدر يسأل. صحيح. فيختار الاحتياط. أحسنتم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصحح جميع أعمالنا. اللهم آمين يا رب العالمين. ويتقبل عباداتنا ويكفر عنا سيئاتنا بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أحسنتم. أنتم طيب الله أنفاسكم. سماحة سيد مناف الجزائري، شكرا جزيلا لكم. الله يحفظكم إن شاء الله. نعم أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج توضيح المسائل، بانتظار رسائلكم إن شاء الله عبر الواتساب وأسئلتكم الشرعية اللي إن شاء الله بالحلقات القادمة نكون في خدمتكم في الإجابة على هذه الأسئلة. ختاما تقبلوا تحياتي أنا حسين الأميري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.